الآن كما نرى هنا. صراحة عناق حار ما بين رجل أمن وبين طفلة تلبس لباس رجال شرطة، صراحة التحام يعني قوي بين رجال الأمن والأطفال. صراحة صراحة مشهد رائع كنعيشوه كمغاربة اليوم، أن رجل الأمن صراحة في التفاتة أبوية حنونة أنه كيسلم على واحد الطفلة جات تحضر في المعرض لابسة الزي الشرطي. هنا ملي كنشوفوا هاد الوحدة خاصة الصراحة التفاتة كريمة. بعد الشارات وبعد الهدايا رجل أمن، تحية عالية لهذا الرجل. دائما غريزة الأبوات تأبى إلا أن تظهر مع هذا الضابط محترم، لأنه تعامل بواحد الحنان واحد العطمة. واحد الطفلة جات للمعرض كنحييوه كأب، ربما غريزة الأبوة كتظهر عند رجل الأمن. تحية عالية ليك. شعور جميل جدا، وهذا هو الدور الذي نقوم به وتقوم به المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديد قطاعها، وكذلك من أجل تقريب المواطن والمواطنات، وكذلك من أجل التأطير. لأن تبارك الله فاش كنشوفوا هذا الكم الهائل ديال التلاميذ ديال المدارس، وكنشوفوا الأسئلة اللي كيطرحوا، وكنشوفوا التأطير ديالنا اللي كنأطروهم، شيء يفرح. لأن الحمد لله المغرب والمغاربة دائما وراء صاحب الجلالة نصره الله، ودائما كشيوخ كبار صغار أطفال وراء صاحب الجلالة نصره الله وراء هذا البلد المحترم الكريم. شكرا جزيلا. فيكم كنشوفوا يعني ربما المغرب بلد الأمن والأمان. حنا ملي كنشوفوا هاد الأبواب المفتوحة يعني هي فرصة لنا كمغاربة قاطبة، على أن ربما كنشوفوا رجل الأمن الخاص واقف كيسير المرور، لكن هاد الأمور اللي شفنا الآن يعني في مكافحة الجريمة مكافحة الإرهاب، حتى أن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية يعني عندها بعض الآليات عند الشرطة اللي ممكن تحاربها، هذا يعني شرف لنا وكيخلي المواطن المغربي ما يزيد إلا إصرار يعني في الأمان والحب ديالو الوطن ديالو والشرطة. احنا دائما ربما الشرطة في خدمة الشعب، هذا المبدأ الأول والأساسي لنا كمغاربة. وتحية عالية لكم من خلالكم كنحيي. وهذه كلمة كذلك أريد أن أقولها للمغاربة قاطبة، نحن فخورون بشرطتنا وفخورون كذلك بالدور المهم الذي تقوم به الشرطه. واؤكد لجميع المغاربه والمغربيات ان الشرطه المغربيه والحمد لله في مواكبه العالم وفي مواكبه جميع قطاع الشرطه في العالم، فنحن في الامام ودائما في الطليعه ان شاء الله، ودائما نكون في مستوى المطلوب لجميع المغاربه. شكرا جزيلا. تحية عالية لكم رجال الشرطة سواء عنصر النسوي والرجالي، وكنبقاو دائما دولة قوية عصية على الأعداء تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين والقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تحية عالية لكم وشكرا لكم جميعا. الرأي ديال السلام عليكم. أنا متواجدة دابا حاليا في أبواب المفتوحة من 17 ماي إلى 21 ماي. بصراحة كاين هنا بزاف ديال العروض، كان بزاف ديال يعني حاجات عن الشرطة ما كنتش عارفاهم وتعرفت عليهم هنايا في هذا المعرض هذا ديال أبواب المفتوحة.
السلام عليكم، انا اسمي ياسين. انا كنت واجده انا اختي وماما في معرض ابواب مفتوحه. بصراحه حسيت براسي بوليسي انا اختي، وبزاف شفت بزاف ديال الاجهزه الامنيه منها التقنيه والعلميه ديال الامن الوطني اللي كيحافظ على سلامه المواطن وعلى سلامه البلاد. شكرا.